واحد النتيجه احسن في الحياه ديالك، احسن من انك دوزها في انستغرام. اما بعد عامين هضره اخرى، اما بعد 10 سنين فرق كبير غادي يكون. هاي جايز، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير والف خير. من الانجازات اللي درت في الاخر ديال 2017 و2018 و2019 كنت مسحت لابليكاسيون ديال فيسبوك من التليفون ديالي، من الموبايل كنت مسحتها وما عمري رجعتها الى يومنا هذا، لان فيسبوك فريمون كيضيع بزاف ديال الوقت. وهاكا تفكيت مع فيسبوك الحمد لله من الاخر ديال 2017، ما ضيعتش فيه حتى دقيقه في التليفون ديالي، ما ضيعتش فيه حتى دقيقه. ملي كنحلو في البيسي كنحلو على قبل الخدمه، ملي كنحلو في التليفون كتبقى سارح 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 والوقت ديالك غادي كيمشي. وفي البيسي مع انستالي في الكروم كيل نيوز فيد، يعني هذا هو الفيسبوك ديالي بحالك، وكيبان ليا ما عنديش نيوز فيد، ما كنشوف لا اخبار لا صداعات لا والو، يعني ما كاين فين تنزل، نبقى نازل 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 نازل، ما كاين فين نزل، ما عنديش شي حاجه سميتها نزل فيسبوك، ما كاينش نزل، ما كاينش. وكل ما كناش كنحلو فيسبوك على قبل الخدمه، على قبل فيسبوك اس، على قبل الاعلانات ديال فيسبوك، وكنحلو ما كنديرش حتى الفيسبوك اس ماشي انا اللي كنديرهم، كنحلو باش نطلع على لي ريزولطا كي غاديين، شنو داروا التيم، شنو كدا، نشوف الكامبين اللي طالقين كاملين كي غاديين، لاباج ديالي ديال فيسبوك كيما رجع الاخ توفيق. وما كناش كنستعملو فيسبوك في الخدمه وكنستعملو على قبل باش ندخلو به الفلوس، فريمون ما كنتش غادي نحلو كاع، لا من البيسي لا من التليفون لا من السميتو، ولكن بما ان كندخلو به الفلوس وفهمتي تيدخلين ارقام مهمه، ارقام كبيره ما يمكنش نستغناو عليه، كنحلو من البيسي باش نشوف الخدمه كي غادا. شفت شحال كنستهلك انستغرام في النهار؟ لقيت تنستهلكو جوج سوايع ونص، وجوج سوايع ونص ملي كضربها في عام 366 نهار كتعطيك 915 ساعة، و 915 ساعة كتعني 38 نهار، يعني كل سنة كنضيع 38 نهار حل الانستغرام بزاف. غادي نبقى كنستعمل انستغرام، انستغرام صراحة شي حاجة زوينة بارابور الفيسبوك، انستغرام واحد العالم عامر بالايجابية، فيه الناس كيبوستو داكشي زوين، فيه بوستات نقيين، فيه بوستات مفيدين، عكس ديال الفيسبوك، ما غادي ننزل لي استهلاك لواحد ربع ساعة في النهار، فهمتي محتاج الأول 5 دقائق في النهار. يعني ديك جوج سوايع ونص اللي كتولي 38 نهار في الاخر العام، الا استعملتها قريتي فيها كتوبه ولا عطيتيها للبيزنس ديالك، ولا زدتيها في الوقت اللي كتعطي للتيم ديالك، ولا زدتيها في الوقت اللي كدوزو في لاصال، ولا زدتيها في الوقت ديال الصلاه، ولا زدتيها في الوقت ديال العلاقات ديالك مع الناس، بعد عام غتعطيك واحد النتيجه احسن في الحياه ديالك، احسن من انك دوزها في انستغرام. اما بعد عامين هضره اخرى، اما بعد 10 سنين فرق كبير غادي يكون ما بين كنتي كتضيع ساعتين ونص في انستغرام وما بين دعستي واحد ربع ساعه، غيكون غادي يكون واحد الفرق كبير. هذا الاخوان قررت باش نبقى نستعمل انستغرام 15 دقيقة في النهار، مشيت للسيتينغ ديال انستغرام درت ليه في ندوز فيك اكثر من 15 دقيقة، نبهني يقول لي راك فتي 15 دقيقة باش صافي نوقف دقة واحدة، طلقت العين عندي 15 دقيقة في النهار وغادي نوري السيتينغ من هنايا. مرة في السيمانة كتكون عندي راحة من الخدمة وكتكون عندي تشدينا كل اللي بغيت، وكتكون النهار ديال الروينة، يقدر ماشي سور يقدر داك النهار غادي نبارطاجي كما تجي ما ستوريات، تلقاني مستفلك هنايا واحد 30 40 ستوري هنايا، كاين حتى مشكل فهمتي. مره في السيمانه شي حاجه زوينه، يعني ماشي ديما ماشي كل نهار، على حقاش بعض المرات كتلقاني فهمتي على حقاش يوميا راسي خدام فهمتي، يوميا الانسبيريشن كتجيني شي فيك ندير ستوري على العلاقات، ندير ستوري على العلاقات، باقي ما كملتهاش، باقي فيها الهضره طويله بالمناسبه. فريمون اللي كنلاحظ هو بعض المرات بزاف ديال المواقف كنت كنعطي الاولويه للانستغرام قبل الخدمه، مثلا شي حاجه كتجي على غفله في الخدمه كنكون ديجا بديت شي ستوريات في انستغرام، غير ملي كنت كندير ستوريات ديال العلاقات والبارح شنو غادي يطرا؟ اتصل بيا البارتنر ديالي تجي يقول لي راه بحال صرينا الميتينغ مع ديك الشركه، اجي نقول لك علاش تفاهمنا واش علاش اتفقنا وشنو اللي جا وشنو قال لك شنو اجي بان لك غادي نديرو، شنو قلت ليه؟ قلت ليه لا عطيني واحد نص ساعه نسالي هاد الستوريات هادو وانا معاك. قال لي علاش؟ قلت ليه لا ديجا بديت الستوريات ما يمكنش نوقف. قلت ليه ما يمكنش نخلي الستوريات في النص ديالو، ما يمكنش ديجا بديت واحد الموضوع في النص ديالو ونخليه ونخلي داكشي ما كاملش، خليني نسالي عطيني واحد نص ساعه نسالي هاد الستوريات هادو كاملين، نكمل ديك التستيفه ديال شي 30 ستوريه كانت باقه وهاني معاك. وفريمون بقى كيتسنى وضيعنا ان شاء الله السطور هادي يبقاو مره في السيمانه ربع ساعه في النهار، لكن شي حاجه فهمتي ربع ساعه شي حاجه زوينه فهمتي، حتى انا نبقى نقول اشنو غادي ندير في ديك ربع ساعه، اشنو غادي نبارطاجي في ديك ربع ساعه، عندي 5 دقائق نضيعها في الاول و 10 دقائق خصني نقول فيها شي حاجه ونتكل على الله نمشي بحال. طلع لي الانستغرام ديك النوتيفيكاسيون ديال سالات ليك ربع ساعه، بحال سالات ليك الانترنيت، صافي غادي نوقف الانستغرام سير حتى لغدا ان شاء الله ونكملوا فهمتي، على حقاش ملي كتكون ستريكت وكتلتزم تما فين كيبانوا النتائج. جوج سوايع ونص في النهار بزاف اصاحبي.